أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دوما ودائما الأستاذ فهد العبد الجليل. بس احنا حبينا نسوي تنويه لأن بطولة أمم أفريقيا كانت تقام بعدد فردي، يعني بدت 57 59 61 63 65 لغاية صارت سنة 68، يعني تعدت 68 فصارت بعدد زوجي، فصارت 68 70 72 74 ومشت بعدد الزوجي. فالبطولة كانت 78، وبطولة فازت فيها زائير كانت 74، صارت ممثلة أفريقيا في كأس العالم 74 أيضا. نعم. فلو نستعرض البطولة، سجل البطولة لغاية سنة 78. طبعا كأس أفريقيا، كأس أفريقيا بدت في عام 1957 مفيد، مثل ما أنت ذكرت أول دولة تستضيفها كانت السودان، وفازت بالبطولة مصر. الدول المشاركة في النهائي أثيوبيا، مصر، السودان. كأس عام 59 استضافتها مصر، الفائز مصر، يعني هذه مرتين على التوالي مصر. الدول المشاركة في النهائي أثيوبيا، مصر، السودان. كأس 61 أثيوبيا، الفائز أثيوبيا. الدول المشاركة في النهائي أثيوبيا، مصر، تونس، أوغندا. كأس 63 صار في غانا، والفائز غانا، والدول المشاركة في النهائي غانا، مصر، أثيوبيا، تونس، ونيجيريا، والسودان. كأس 65 صار في تونس، والفائز غانا. كأس 68 صار في أثيوبيا، والفائز طبعا في هذه البطولة زائر. كأس 70 صار في السودان، وفازت في السودان، يعني مصر مرتين، هذه السودان مرتين. كأس 72 الكاميرون، الفائز الكونغو. كأس 74 مصر، الفائز زائر. كأس 76 أثيوبيا، وفازت في المغرب. كأس 78 غانا، وفازت في غانا. وبعدها 80 فازت فيها نيجيريا، 82 أعتقد الكاميرون، 84 أعتقد الكاميرون أو غانا، دولة أفريقية يعني. بس 86 فازت فيها مصر، و 88 أعتقد الكاميرون اللي صارت في المغرب، و 90 فازت فيها الجزائر، أعتقد الجزائر. بس على حسب الإحصاء الموجودة والإحصائية اللي نشرت في المجلة، السودان مرة واحدة ومرتين مصر ومرة المغرب، يعني في من عام 57 إلى عام 1978. خلنا نستعرض الصور أبو فهد، صراحة الصور جميلة. توكل. يعني هني كان خلنا نشوف بس النظارة أبو فهد لو سمحت. هذا طبعا الديبة، نجم الكأس الأولى في الخرطوم. الديبة هذا أعتقد صار حكم، إيه؟ وحكم في كأس الخليج. إيه نعم، بطولة الخليج حكم فيها. فكان هو نجوم البطولة الأولى في الخرطوم، وتراه هنا يلعب الكرة بمقدرة ملحوظة من بين مدافعين سودانيين. إنه الديبة الآن عضو في لجنة تنمية الكرة العربية بعد أن اعتزل التحكيم الدولي بعد أولمبياد مونتريال. طبعاً 76. إيه هذا طبعاً الكأس الأولى اللي فازوا فيها مصر. صدقي لاعب الأهلي القديم هو مدرب الفريق المصري في تلك البطولة. هذا طبعاً صدقي لاعب الأهلي القديم. رفعت الفناجيلي كان نجماً في البطولة هو الآخر. صحيح. هني فازت غانا بالبطولة الثالثة برغم جهود الفريق المصري الذي ترى منه مصطفى رياض في الصورة الأخرى. و يعني هذه الصورة. شايف نطلع فاصل بغازي ونتابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا توعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم. Thank you.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا كنا في البارت الأول مع مجلة الرياضي الرياضة العربية. نعم. سنة 78 طبعا هذا النجم موهوب رضا الذي خطفه الموت في حادث سيارة، الله يرحمه، فحرم منتخب بلاده مصر والنادي الإسماعيلي منه. ترى يرأس فريق بلاده في أكرة عام 1963. أكرة طبعا اللي هي 63 صارت في غانا وفازت فيها غانا. هذا فريق أثيوبيا بطل ثالث بطولة لأفريقيا. منتخب أثيوبيا نظم البطولة وفاز فيها. أي يعني شوف الدورات الأولى ملاحظ أن السودان وأثيوبيا حين الفرق يعني ما تنافس، يعني صحيح. كانت مثل كأس العالم الأرجواي يعني. هني علي أبو قريشة نجم مصر والإسماعيلي في بطولة أفريقيا. علي أبو قريشة. أي الجزائر ومصر في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية. أسفرت قرعة بطولة الكرة في دولة الألعاب الأفريقية بالجزائر عن تشكيل مجموعتين، وضع الجزائر على رأس المجموعة الأولى بصفتها الدولة المضيفة، ونيجيريا على رأس المجموعة الثانية بصفتها الدولة البطلة لآخر بطولة. ضمت المجموعة الأولى الجزائر الجماهيرية مصر ملاوي، وضمت المجموعة الثانية نيجيريا مالي كاميرون غانا. هذا الجدول طبعا يعني مليئة بالصور ما شاء الله. وفهد ني طبعا انتقل إلى بيليه يطير فرحا بفوز فريقه بكأس العالم. هني طبعا عام 1970 صحيح. هذه اللقطة هل يكرر اللقطة الشهيرة هذه، إيه هل يكرر خلفاء هذه اللقطة في الأرجنتين؟ لا ما أقدر والله، يعني كان فريقهم من أفضل فرق، فريق البرازيل في الأرجنتين كان فريق قوي وكان مؤهل إنه يوصل النهائي، لكن في أيدي خفية يعني صارت وتلاعب. كأس العالم مر يعني بقصص، لو نستذكر قصص فرق انظلموا بكأس، ألمانيا انظلمت أربعة سنة 66، تكلم أيضا البرازيل 78 انظلموا، والجزائر 82، إنجلترا سنة 86 وهدف مارادونا اللي فيدا، وأيضا في كأس العالم 2010 هدف لامبارد في مرمى منتخب ألمانيا ألغى الحكم. نعم. هني طبعا في خبر ما الغى ما احتسب. نعم. العراق توجه الدعوة لدورة الخليج الخامسة والبحرين تطلب التأجيل لعام 79. كانت دورة الخليج الخامسة لكرة القدم قد تأجلت بعد اعتذار الإمارات العربية المتحدة، وتقدم العراق لتنظيمها وتحدد لذلك مارس من عام 79. وقد وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم دعوة بالفعل لجميع دول الخليج العربي المشاركة في هذه البطولة، لكن اتحاد البحرين طلب تأجيل الدورة إلى موعد آخر يكون في عام 1980. قال مبارك بن دينا دول المنطقة مرتبطة بتصفيات كأس العالم العسكرية بالكويت والاستعداد لدورة الألعاب الآسيوية الثامنة في تايلند، والموعد الجديد لدورة الخليج يتعارض مع هذه الارتباطات. بالفعل نظمت العراق الدورة في مارس، شاركت البحرين وشاركت البحرين. نعم. وصلنا التجوري وعزي. جوريا طويل العمر يعني صورة لحسن شحاتة في صراع على الكرة مع جمال عبد الحميد، وخلفهم فاروق جعفر ومختار مختار وطارق غنيم ومحمد صلاح نجوم. طبعا هذين نجوم كرة في مصر في تلك الفترة. جمال عبد الحميد لعب مع نادي الأهلي وبعدين انتقل لنادي الزمالك، وبالفريقين أبدع صراحة. وصورة الجميلة للمعلم حسن شحاتة وفاروق جعفر رؤى، وأيضا مجموعة من اللاعبين مختار مختار وغنيم نجوم في تلك الفترة. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا، لا يسعني في نهاية حلقة لأني أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.